المصممة الأمريكية بيتسي جونسون قدمت عرضا مميزا في أسبوع الموضة النيويوركي لربيع وصيف 2015 أطلقت عليه الاحتفال بالحرية في الزواج. عروض بيتسي جونسون عادة ما تكون أقرب إلى لقطات مسرحية تحرص على كتابتها بنفسها. هناك لمسة عصرية، هناك المتحولون جنسيا، وهناك الشغب. لقد كان العمل على إنجاز هذا العرض متعة حقيقية. هناك الكثير من الأفكار الجديدة نراها من خلال الفساتين المصنوعة من البلاستيك وتلك المصنوعة من نسيج للتنفس تحت الماء. التشكيلة تضمنت أزياء زفاف لكل الأذواق ولعرائس غير تقليديات، بينهن فتيات الليل وعاشقات للروك والهيب هوب، وهناك أيضا فستان زفاف للمتحولين جنسيا. الأقمشة جاءت شفافة وطغت عليها الألوان الناعمة والزاهية. في نهاية العرض قدمت جونسون البالغة من العمر 72 سنة حركتها الرياضية الشهيرة رفقة إحدى حفيداتها لتؤكد من جديد أنها المصممة الأمريكية المتمردة رقم واحد. المصمم مايكل كورس قدم تشكيلة ربيعية بامتياز ضمت مجموعة من الفساتين المطبعة بنقشة الزهرة، مجموعة أطلق عليها مبدعها عنوان أنا أحب لوسي الأنيقة، فكانت امرأة كورس أنيقة ومتفائلة. المجموعة هي عنوان الأناقة والتفاؤل، لأننا نعيش في عالم مجنون حسب اعتقادي، وهو ما نستشفه مما يحدث من حولنا. فكرت في الربيع وقلت إنه فصل التجديد وحان الوقت ليشعر الناس بمزيد من التفاؤل. العديد من نجوم الفن كانوا حاضرين في هذا العرض، مثل هايدي كلوم وجيسيكا شاستاين وماري بلايج وجاد بينكيت سميث.